بالسم هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلائي زين بالسم هلال خط الفرحة مرسال مولد خمسة أبطال مولد كربلائي يا قلبي طير من ضلوعي أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي لحسيني من صدق حبيته قلبي يشبه بيته وأنا زاير جيته على أصحاب الحسين السلام على قمر بني هاشم السلام على زين العباد السلام على علي بن الحسين السلام عليك يا سيدي ومولاي يا صاحب العصر والزمان ورحمة الله وبركاته أحبتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم وأسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المواليد الشعبانية أحبتي المشاهدين بيننا وبين ليلة قدر شعبان ليلتان وإن شاء الله نتمها بخير وسلام وصحة وعافية وأمل بظهور مولانا عجل الله تعالى فرجه الشريف أحبتي المشاهدين أرحب بكم في حلقة جديدة وهي الحلقة العاشرة من برنامج أفراح شعبانية واختصارا للحديث أنا وإياكم أرحب بضيوفي خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه بين شاعر ورادود حسيني وأبدأ من اليمين مع سماحة الشيخ أحمد الإمارة حياك الله شيخنا وأسعد الله أيامكم إن شاء الله الله يحفظك شرفتنا اليوم أسعد الله أيامكم وأسعد الله أفراحكم ودامها الله جميعا إن شاء الله تعالى بحق محمد وآل محمد إن الشرف اليوم نكون بينكم الله يحفظك إن شاء الله حياك الله يا ملا يا بعد روحي وشرفتنا اليوم وبوجودك يا الغالي وأسعد الله أيامك إن شاء الله أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبات العطرة أسأل الله أن يعيدها علينا بخير إن شاء الله جميعا إن شاء الله تعالى بحق محمد وآل محمد خدام الإمام الحسين هو أعظم وصف أكيد أنا أعتبره في هاي الحياة لأن هو المهدوي الحقيقي والمتبع للإمام المهدي الحقيقي هو الخادم الحسيني الحقيقي هو نفسه المهدوي الحقيقي ماكو فرق إذا أريد نقول هذا إنسان متبع للإمام المهدي يعني خادم للإمام الحسين حقيقي وإن شاء الله كلكم خدام حقيقيين للإمام الحسين سلام الله عليه شيخنا الحبيب الغالي بعد روحي الله يسلمك صح باين عليك علامات الشباب المبكر الله يحفظك إن شاء الله بس إن شاء الله كبير بخدمة الإمام الحسين إن شاء الله بعد يم أبو عبد الله الحسين إن شاء الله مسجلة خدمتنا إن شاء الله فنريد نعرف شو وقت أول خطوة بديتها الإمام الحسين والله أنا وعيت للدنيا إحنا أهلنا خدام الحسين بالشعر الحسيني بالشعر الحسيني أول ما بديت يعني هزوجة كانت في عشائرية عمامنا وخاي ومناسبات تصير فدائما من تصير مناسبات لازم ينذكر أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه سلام الله عليه فبدايتنا بالهزوجة بعدين تطورت إلى قصيدة لأن عمامي من عوني بعد قالوا احنا نهوس عليك مو كتب هوسات فكتبنا للإمام الحسين ليش احنا نهوس عليك مو نكتب هوسات لأن أنت ابن الشيخ خادمهم وإحنا خدام العمام إن شاء الله والنعم منكم الله يسلمك الله يحفظك كلكم طيب وأصل الله يسلمك ملاتي خادمك يا حبيبي يا بعد روح الله يسلم راسك بدايتك ويا الإمام الحسين شلون كانت بأول باية بها سالفة مبين اي والله سالفة طويلة سؤال فينا اياها يعني أبا عبد الله الحسين يعني هو كل شيء عندي بحياتي بصراحة يا أبا عبد الله الحسين عندي كل شيء في حياتي وهو ولي نعمتي وبتعبير أفضل هو الملاتش يعني احنا نسميه هو ملاتشنا وخوش ملاتش أبو علي اي والله اي والله أنا بديت بداية يعني باختصار شديد بديت بداية مع الإمام الحسين عليه السلام في زمن النظام السابق وتعرفون ذاك الوقت كان ممنوع القراءة وعانينا وثبتنا
وبفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت بفضل دعاء الناس ودعاء والدينا الله يرحمهم يرحم والديكم الله جميعا، يرحمهم إن شاء الله. فثبتنا انه شيء يسمونها بتعبيرنا الدارجه احنا بالتصريح العشائري اللبله الاولى، صح، وضعناها بفضل الله سبحانه وتعالى مشينا. صحيح يعني اكو بعض المظلوميه وبعض التعتيم الاعلامي على بعض فئات من خدمه الحسين، ناس وصلت وناس بقت، هذا بعد هي تبقى شويه حسب الوضع الايديولوجي اللي صح التعبير. اي فاحنا الحمد لله رب العالمين ان شاء الله مسجلين بسجل الحسين عليه السلام. وشين البايه الاولى؟ اول ما بدينا يعني هي اللبله الاولى، اول ما بديناها بصراحه تدري قلت لك في زمن النظام السابق كان ممنوع، فبدينا نقرا بالمجالس وبالمحافل، وكنا واحدنا من يصعد على المنبر وكانما صعد على ظهر دبابه حقيقه يعني. وثبتنا وقرأنا وحطينا صابعنا بعيونهم ذاك الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا الحسين أنفاسه وعبد الله، لا أقول لك أنا بشجاعتي وبعضلاتي ولا لا. من اللي أخذ بيدك المنبر؟ يعني كانوا إلى أريد أسمي بالأسماء فهم كثيرون حقيقة، ولكن كان لي رجل رضوان الله تعالى عليه، يعني هذا الرجل كان هو صاحب الفضل الأكبر لي، اللي هو الشيخ خادم الحسين أبو حسين العوادي، أبو بشرى كان يصحوا له في مكان ومكان، بعدين ابنه كبر صاحب أبو حسين. هذا أبو بشرى رحمة الله عليه كان هو الأب الروحي لي، هو اللي وصلني وهو اللي تعب علي وهو اللي دعمني هو اللي صعدني بالمجالس. تعرف مجالس تريد تشجيع أستاذ أيهون الشيخ، تريد تشجيع. فمجالس الحسين عليه السلام تبقى هي اللبلة الأولى، وبعدين هي شيء يكمل شيء سبحان الله. والحمد لله مشينا وصار لنا اسم بين الناس، صار لنا فد شيء قدام العالم ومشينا والحمد لله. والليله ان شاء الله نسمعكم الوان واشكال ان شاء الله باذن محمد وآل محمد، توفيق للجميع ان شاء الله ان شاء الله. طبعا كل الحلقات، الحلقه العاشره كنت اسال عن الضيوف انه شنو البايه الاولى اللي كانت لهم مع الامام الحسين، صحيح، بس ولا مره قلت عن نفسي انه شلون بديت ويا الامام الحسين، صحيح، ولا ذكرتها اليوم تقلل. حقيقة الفضل هذا كان اللي بطول الخدمة الحسينية أرد أذكر اليوم، إنه الوالد والوالدة، هو على البداية قلت لك يعني لا الوالد والوالدة هم اللي جابوني للخطوة، صح، صح. يعني نعم هم الوالد والوالدة لهم أثر بالنشأة، صحيح، لكن عند الوالد والوالدة لا هم اللي خلوني بهاي النشأة والطريق، الدعم والتقديم، صحيح. فلا عذب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. الله يحفظهم إن شاء الله، أنا وأقول يطول عمرهم في التعبي وما وصلت لهم، موفق ان شاء الله، ان شاء الله للجميع، ان شاء الله الاستمرار والثبات يا رب بحق محمد وآل محمد، بحق محمد وآل محمد. شيخنا الشيخ احمد الاماره ولا يهون ملا ثامر الفتلة على راسي حبيبي يا بعد روح، نبدي بخيمتنا الكبيره، خيمتنا الكبيره ابو عبد الله، اي والله ولامتنا، ونشوف ملا احمد شيخ احمد الله يسلمك إيش كاتب للحسين. دخن دخن قمقم السادة الميامين، دخن قمقم السادة الميامين، وقاموا لزلم كلهم نياشين، الله، من دقوا صدرهم كسروا ضلوع، عد عيناك صاحوا شيخنا حسين، الله، نجيب الله النور لك من قلب الوجاغ، نجيب النور لك من قلب الوجاغ، الرقاب تطيح بس تحيا العناوين، الله، الله، الرقاب تطيح، دخن قمقم السادة الميامين، وقاموا لزلم كلهم نياشين، الله، من دقوا صدرهم كسروا ضلوع، عد عيناك صاحوا شيخنا حسين، نجيب النور لك من قلب الوجاغ، الرقاب تطيح بس تحيا العناوين، وطن شافوه دار سطولهم صيت، الله، مثل صيت الفراضل بالدواني، وطن شافوه، وطن شافوه دار سطولهم صيت، الله، مثل صيت الفراضل بالدواوين، الله كريم، الله، والله راد يعذب هنا
عزب له بهله وبالقده وزين زادع للنبي ابراهيم تاريخ الله. اخذ كله لبيده على السكاكي الله زادع للنبي ابراهيم تاريخ الله. أخذ كله لبيدة على السكاكين بدم عبد الله محتارين لليوم من طشا أمس طف القوانين اطمئنان غيم علي خافون مثل نور الشمس فوق المساجين مو عن سلطة كانت ثورة الجود كانت فعل خالد بالميادين سمت. ثورات الحقيقة تخلي بصمات مثل ثورة علي بأيام صفين فين. العادل من يطيح تفز منارات بطول الطول كل ما دارت سنين العادل من يطيح تفز منارات بطول الطول كل ما دارت سنين ترى زلام الصدق تسوى الحسافات تجر الناب من حلق الثعابين الله. مو كل اللي يموت نقول ايه مات الطاحوا بالطفوف الهسة عدلين عاش القال للذل هيهات عاش القال للذل هيهات الرضخة وللظلم أحياء ميتين عدنا هواي تلقون اختلافات مختلفة النواية وقلة صافين انتفض عباس بسيوف الممحلات وشال الماي بيده ودق بالطين الما مستعد يط شفوف وعيون مو من ثوبهم لا يحكي بالدين الله. دستور الرفض من ذيك الخيام صار السطر بوجوه السلاطين دستور الرفض من ذيك الخيام صار السطر بوجوه السلاطين اليوم حسين لو موجود ذبحوه ناصر باب بعد هالشي لوجهين الله اليوم الله. حسين لو موجود ذبحوه ناصر باب بعد هالشي لوجهين رغم كثر الظلام النور ظل شاع يفز فطور ويشق الحياطين اليوم حسين لو موجود ذبحوه ناصر باب بعد هالشي لوجهين ابو الوجهين حبيد الطواغيت اي والله ويعيش بذله لو تطيب الله الله ابو الوجهين ابو الوجهين حبيد الطواغيت ويعيش بذله لو تطيه عمرين اي والله ترى زلام الصدق ترى زلام الصدق ما عاشت حجول عاشت ثوره مس بايام الحسين اي والله عاشت ثوره مس بايام سلامتك سنت الله يسلمك طول عمرك هذا اللي نقول عنه الروح الجديدة اللي بالشعر تنخلق يعني من يقول جيل شاب ممزوجة بال بالحسكة العشائرية الله يسلمك موفق موفق شعر الله يسلمك حقيقة يدخل إلى الأعماق اي والله نعم منك عاد عمري هاي نقول اللي من تبث روح جديدة بالشعر هيك وهيك صور ما أريد أقطع السالفة وأريد تربط يعني الحسين ما اقدر على كلامك هذا واحد اسال الله ان يحفظنا واياكم يا حسين يا حسين نورك تجلى وللعوالم مهد يا حسين يا حسين نورك تجلى وللعوالم مهد مهد والعروة الوثقة الولاكم واللزمها مهد عروة الوثقة الولاكم واللزمها مهد يا حسين نورك تجلى وللعوالم مهد 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 والنوح لولاك طوفان السفينة مهد عروة الوثقة الولاكم واللزمها مهد مهد انت من المصطفى والمصطفى منك حسين الله مني الله وانا الله نعم انت من المصطفى
المصطفى والمصطفى منك منك والشرف يا ابن الشرف بيك انغرس منك شرف الجن وبشار وعلى الملك منك جبريل نال الشرف من بيك هزب المهد حسينا حب حسين بدمانه حسينا يا حب حسين بدمان حسينا وحب من حليمي بمنا حسينا أبو علي أبد والله ما ننسى ما ننسى ما ننسى أبد والله ما ننسى حسينا نعيش نموت ويا ابني الزكي صلوات الله صل على محمد وآل محمد. شيخنا بالمجالس العشائر كنا احنا ولد عشائر اكيد بالعراق بكل سالفة ما لها حل يحلها ابو فاضل طبعا هي رايه ابو فاضل رايه ابو فاضل صح حتى اليوم ابنك اذا تريد تخليه يلتزم بشيء تحلفه بالعباس طبعا تقول له ابوي هي خصوصيه تقول له عليك لا. العباس ابو فاضل ما يسوي صحيح والله صح لو غلط صح بكل امورنا اقول لك انا عندي صغير عمره 4 سنوات كله يحلف ابو فاضل ابو فاضل هذا حب فطري اي والله فطري اي والله فكل حياتنا ابو فاضل ولا يهون ملا ثامر انا خادمك يا بعد روحي فانت بما انه شيخ وبن شيخ الله يسلمك ويحفظك قدام من حسين اقوى اعلى من الشيخ والنعم منك كم سالفه حل لكم يا ابو فاضل ما كل هي كل المجالس لازم ابو فاضل انتم مدام شيخ يعني أنت تحل المشاكل يطفي النار بين العشيرتين هي شدت راية أبو فاضل صحيح عندنا هاي الفطرة وعانى بيها ماشي درجة صارت شدت راية أبو فاضل تذكر سالفة كبيرة انحلت براية أبو فاضل أقول لك هي ما يعني مو أذكر هي كل المشاكل من الصغيرة والكبيرة الكتول تنحل براية أبو فاضل يتوقف النار والثار كلها من تنشد راية أبو فاضل الله إحنا عندنا الميت فمثل المتهم بقتل يجيبوا لابو الفضل يحلف يبرى اذا حلف عجيب اذا حلف يبرى يحلف بابو الفضل يبرى حب فطري يعني هو هذا هن يقولون المعصيات ينحلن يم ابو فاضل اي ابو فاضل اقسم لي بسيدنا العباس فعلا وانا عندي فت قصه يعني بالاخير ان شاء الله تعالى اذكرني استاذ لا مو بالاخير بالبدايه سولفها لابو فاضل ان شاء الله بس خلي يكمل جناب الشيخ الله يسلمك ويحفظك فهسه اقرا لك لابو فاضل اي أيوة والله ضحضب اي ضحضب وانتفض من حسب اخوه عطشان الله الله ضحضب وانتفض من حسب اخوه عطشان صفق ايده على ايده وكتلته الحرقه نار الغيره جتحت واشتعل بركان بصدر الغيره ثار الثور تتفق الله ايبس روحهم لو خفق بيد الواي مو عباس هذا اللي ينوخذ حقه ايبس روحهم ايبس روحهم لو خفق بيد الواي مو عباس هذا اللي ينوخذ حقه الدرست عد علي تتلاقى ويا الموت مو الدرست عد علي تتلاقى ويا الموت مو ترباته وابنه ومن نفس عرقه الله الدرست عد علي تتلاقى ويا الموت مو ترباته وابنه ومن نفس عرقه اتلقى السهم ملقى عربه ويا الضيف اثنين عيونه افرش خاطر الشبقه لزم جوده وتحزم للملاقى سيوف
السما حمر وجهها وما بقى زرقه سد بابل هو وهد على الزلم دخان ورموش السما بلا نار محترقه يفتر على العساكر والعجاج ارواح والصد للقمر ما لحق على الشهقه ريحت علي بكفه وشاف مرحب جيش شنه الجيس يفل يوصل يشرقه بيد الراية كانت ترف قبل الريح بيد الراية كانت ترف قبل الريح تغير لون وجهه وينقلب خلقه الله. يذكر بيها زينب من نخت عباس ما يرضى العقل افصاي تمدنقه أفوأ زينب ضمية لا أبد والله يجي هالشاط ويه العسكر مطبقه صمت المشرعة وأذن أذان الموت وروجات النهر بالجثث مختنقه وقف على الشاط هيبة هيبة وسيطر على الماي غرف ماي الفرات ووصل يم حلقه عرقت قصته وذب شفه قبل الماي عرقت قصته وذب شفه قبل الماي شقل حسين اخوي بساحة الملقه راس الحيد بيهم هاشمانه وبيها الهضم زينب هاشمان أنا العباس وصلي هاشمان وساعات الحرب ملك المنية ملك الموت والكافل تراسل بسيفه وشفرة الصارم ترسل وعلي لو ما كفى سيفي تراسل غضب وامطر جثث بالغاضرية أنا زينب يا أخويا كف كفلها وعلي جيوش العساكر كف كفلها بس سردان واحد كف كف الهوى طش الروس بالطفوه لي الله 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 يسلمك يا بعد الله يسلمك ان شاء الله دوم وابد هالكلمات وهالكتابات الله يحفظك والله ايه يا ابو فاضل قصه قصيره اسردها على مسامعكم بما انه احنا في اطار اليمين وهيجي امور قصة مذكورة وهواي سمعت يعني بس احنا ذكرناها من باب كرامات ابو الفضل العباس وآل محمد بصورة عامة سلام الله عليه وسلم ما يردون احد حسنت ما يردون احد نعم وابو فاضل بالخصوص حاش اذا واحد وصل يمه او قسم بكذب رأسا يضربه يكسر ظهره والله ابو فاضل قبل هن يقولون شنيار العباس الله دخن ابو فاضل يقولون ابنية من منطقة الفرات الأوسط متزوجة من شخص صار بيناتهم زعل كل من راح الحال سبيله هم ناس براوية وفلح وكذا باختصار شديد جدا ما أريد أطيل عليكم التقوا هو وياها في مكان هي زعلانة فالتقوا هو وياها قالت له أنت ليش ما تجي تجيب وادي تجيب لك سيد تجيب لك وجيه يرجعني لبيتي أنا بعد شنو قعدت يم أهلي وأنا مرة متزوجة الناس تسمع الناس كذا قال لها إن شاء الله تعالى أنا رجعك وإن شاء الله بيج خير وتدللي تعرف هي بعد زوجته شرعا بعد قالت له أنا أريد منك شيء واحد يثبت ما تقوله أريد شيء واحد منك هذا الكلام اللي تفضلت به أنا بصدق أنت زوجي وبينه وبينك صار زعل والبيتين بيت أهلي وبيت أهلك يعرفون أنه أنا متزعلين بس أنت أريد شيء واحد منك تسوي تطيني عهد قالها قولي إلتش قالت لا أريد منك عهد قمر بني هاشم أبي الفضل العباس يكون بين وبينك إنه تثبت على ما تقوله قال لها أنا أعطيك عهد بين وبينك أبي الفضل العباس إنه أجيب وادم جاوي تدري قبل وما زالت موجودة هاي العادة إنه المرة من تزعل واحد يجيبون سيد يجيبون مثل جنابك ابن جواد ولا يهون أخوي يجيبونهم ويجون يرجعون هاي ماشي دار رجعنا ولد عشائر تعرف هي شرعا زوجته بدأ يناغيها بدأ كلام وقع بها سبحان الله من ذيك اللحظة المرأة هذه حبلت من عنده فيوم بعد يوم انتظرتها أول يومين أول أسبوع على هن حساب قبل يقولون جمعة جمعتين ثلاث جمع ما أجى الأخ لما تعرف هي بعد بين عليها بعد العلامات علامات الحمل بينت بعد أو تعرف والبيت بيها مشناين يعني بدن يرتابا من الموضوع البنية قامت بطنها تكبر وإلى آخره باختصار كلت ما أرد أطيل عليكم الكلام سبحان الله وصل الخبر لمن إلى والدها قالها بابا تعال شنو هاي القصة قالت لعم
هيك وش القصة بويا هذا اللي صار. لا لا أني أصدقك بس العالم ما أصدقك. تعرف أنت إحنا بعد الفرات الأوسط والباقي المناطق كلها عشائر. من يصير فد كونة وفد مشكلة تدري أنت الدلال تتشفى الكذا الفناجين بعد أنت بالعشائر تعرف ولا عيون أخوي. فسبحان الله اتفق الأب مع أولاده قال لهم تأخذون أختكم تأخذونها بمكان ما وتحطون عليها وتكتلونها وتطمون عارنا بعد ما بها مجال. هاي البنية سبحان الله واحدة من الشنايم طيبة القلب تحبها قالت له ولك الحقي قالت له شكو قالت له وش راح يكتلونك الحقي. هاي البنية طبت لأبوها قالت لأبوي كل شي ما أرد من عندك أني أريدك بس تدز علي تدز علي خلي يجي وخلني أنا ويا نتواجه. سبحان الله الأبو بنيته ما يريد يعني يسوي لها شيء. المهم دز عليها من دز علي الشخص أجا الشخص وقف قدامه قال له هاي المرأة اللي هي زوجتك تقول لبطنك لبطنها عفوا ابنك لبطنها ابنك. فنكر وجود هذا الطفل وقال مو ابني وأنا هذا مو ابني وكذا ونفى الموضوع كله. قالت له لا تنسى ترى بيني وبينك عهد بيني وبينك عهد لأبو الفضل العباس وأنا أطلب يمينك بسيدنا العباس تمشي تحلف بأبو فاضل. قال لها إيه أحلف. ثاني يوم الصبح أخذوا سيد وياهم تعرف أنت بعد من يصير قضية يأخذون واحد كبير ابن جواد أخذوا راحوا ووقفوا قبال العباس. السيد قال له يلا شيلي إيدك أحلف بالعباس. البنية تدري أنت بعد بينها وبين نفسها إذا هذا قسم بالعباس وأبو فاضل ما سوى له شيء هاي البنية مصيرها القتل تنقتل بعد. أول ما شال إيده على العباس راد يحلف الطفل بهو ببطن أمه نطق قال أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان. قبل كان العباس بن يطي أمراض يصير الملبس والشكليت والهذا والفرحة عم. وهبي أنا قلبي حب أبو فاضل وهبي ورث من والد وعلمي وهاب يا امدح واختشي منه وهاب اخاف مقصري ويعتيب علي. صلوا على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. ما قريت شيء. وهاي لابو فاضل العباس سلام الله سؤالف لك وائل العباس عندي سؤالف. يقول حقها هو سهل العباس حقها تفتخر باسم العمام الناس نعم وحي الله العمام اللي بيها رفعت راس وحقها السادة من تفتخر بالعباس ويا نعم العم عم السادة يا نعم العم عم السادة يا نعم العم عم السادة يا نعم العم أبو فاضل أبو فاضل أخذ من عندك قليل يا علي أبو فاضل أخذ من عندك قليل وصار كل الصار بالطف وجرى إذن مو عباس على القنطرة كان شوية منك واقفة واقفة على القنطرة طق عرج الهواشم طق عرج الهواشم ساعة صياره واجى العباس ياهو يزف البشار يا ابو فاضل اي طق عرج الهواشم ساعة صياره واجى العباس ياهو يزف البشار حيدر سلم بميلاده فقار اي تلفت
والجود قباله يتلفت والجود قباله يتلفت والجود قباله هوس العباس اخرى اين ولد عباس نور واجب ميعاده انهن حسين لو زينب بميلاده الله انهن حسين لو زينب بميلاده هذا الحيدر حزام الظهر راده هذا الحيدر حزام الظهر راده شد بيه حسين وكفاله شد بيه حسين وكفاله اي شد بيه حسين او كفاله سنت ما ينشبع ابو فاضل سوالف ابو فاضل مسولف بعد ويا ابو فاضل تتذكرهين لو تسولف لنا غير سالفه راح ابو فاضل كل قصائدنا هي لابو فاضل بس راح اقرا قصيده كربلائي قصيده اي كربلائي ميزه الكربلائي مثل ما يقول ها على لسان وصف الكربلائي الكربلائي عن لسان كل كربلائي جيد كربلائي بصدر تلقاه الحسين والطفوف بداخل ما تنكتب الله مو ضعف كربلائي بصدر تلقاه الحسين والطفوف بداخل ما تنكتب مو ضعف من دنقت من مستحاي ولا غيظة عرف الأخضر بيشب بصدر برد زمورهن موش بقفاي حديث أشوف الحارة الما تنجهب هي قطرة وبيها مقياس الرجال هي قطرة وبيها مقياس الرجال يبين اللبلاب بيها من الشلب قمقم بصيت اختلف عن الدلال للكريم هواي تلقان انجذب سومري مميزني دم من الفرات حار دخن اول من اردن حسب انا بن دواز ظلمة افعال راي وابزع حزاميا من كون الندب انا بن دواز ظلمة افعال راي وابزع حزاميا من كون الندب شنه ذيب علومي معروفة بصباي الناس تحكي لك علي وتنعجب طبع حسجة متعب حلوق الرجال وريح صرصر كون طمن من نهب ما عرفني الماكتب عن الحسين الله وما فهمني ما عرفني الماكتب عن الحسين وما فهمني اش ما قران المعذب ما صر الصفصاف طول بلا يجود من لقيت الجود بجفوف العشب ما صرت صفصاف ما صر الصفصاف طول بلا يجود الله. من لقيت الجود بجفوف العشب وين وين الباع الهادي لروح وانا لو بايع ثقل كون انصلب ميستعليهم هلا بحلق الكريم واضح بنص ليلهم مثل الشهب فايضة جفوف العطش هم يرتوون شي غيور هواي اتعب من نحب تعبني الفشلة والعيب وتهونش ما اضم الجرح منهم يلتهم اشرب الله من جفوفهم مج واصيح يا عذوبة مايهم من ينشرب اشرب من جفوفهم مج واصيح يا عذوبة مايهم من ينشرب ما مسوى ظهورهم كوسر مضيف ما مسوى ظهورهم كوسر مضيف وما ملاوي المو خشن والمو صلب واقف بنصهم علم بالغانمات واقف بنصهم علم بالغانمات وقفة الحاجب على خشوم الهدب وقفة الحاجب على خشوم الهدب جذور نخلة تضيع بي العاتيات الله جذور نخلة تضيع بي العاتيات انا الساكن اشتقوى وتهب شرف التيجان راسي الطاه صيت شال غيرة وما قبل يحمل ذنب شال غيرة وما قبل الله. يحمل ذنب الله سلامتك والنعم من كل كربلائي اصيل حقيقة اوصاف جميلة تصف الرجل الكربلائي أو الله الإنسان الكربلائي تحياتنا إلى كل أهالي كربلاء والكربلائي أعتقد لا يحاط في هذه الرقعة الجغرافية أكيد الكربلائي هو الحسيني كل حسيني هو كربلائي هو كربلائي نعم. وأوصاف جميلة لكل حسيني أيوة. كلكم حسينيين وهي أوصافكم الله يحفظكم إن شاء الله والله.
علي الصبيحاوي من مدينة الصدر. نعم. تحياتنا لكم. تحياتنا لكم. الله يحفظك. وسأل الله أن يعطيه الصحة والعافية. قبل تقريبا قبل فترة مر بوعكة صحية شوية، وسأل الله أن يشافيك يا حجي بحق محمد وآل محمد. هو كاتب؟ هو ساعته إلى هذا كلامه. ها شو يقول؟ يقول أسد خلف أسد واللبوة بدوية. الله أسد خلف أسد واللبوة بدوية. أسد خلف أسد واللبوة بدوية. الله هلا بعباس من جابته النشمية. والنعم من البني. هالليلة الولادة ومحلى طاري أبو فاضل وعباس الكون يناغيل. عباس الكون يناغيل. فرحنا والبشر والدنيا فرحانة. ضوع للظلام حسين مولانا. فرحنا وكل محب خل يفرح ويانا ويانا كل مخلص خلي هنينا. اليوم الحسين اليوم الحسين يتهنى. احنا نريد نسولف عن العباس وبعدين ان شاء الله تعالى نعرج على الاخرين ان شاء الله كلهم شاء بركه الله. طق عرج الهواشم طق عرج الهواشم ساعة صيار واجل عباس ياهو يزف لي البشاره حيدر سلم بميلاده فقاره يتلفت والجود قباله. والنعم من ابو اليوم الحسين يتهنى من ولد ابنه علي ما يقول الله مره اش تطلب يقول لك بليه نوره من نور الرسالة واضح النور وجلي ويشع الكون بأنوار ويشع الكون بأنوار مبتشر أبو علي مبتشر الحسين واقف يوم جيت ومولده هنت كل العشيرة وطلع نور بموعده. يا حسين أمبارك لكم سيرته تظل خالدة. ومهنب جيته بهالليلة ومهنب جيته بهالليلة ومهنب جيته بهالليلة ومهنب جيته. يا أبو فاضل تخيلك. اي والله أبو فاضل الحديث من يصير عن أبو الفضل الروح بغير عالم شيخنا ملا ثامر صدق غير عالم عالم الإحساس عالم المبادئ. شعراء همين علاقتنا بأبو الفضل قوية الصير. خلينا نكون واقعيين. أبو الفضل العباس سلام الله عليه منطي مساحة صورية كبيرة صحيح. في أفعاله. المساحة الصورية لعد أبو فاضل بالأفعال يعني حقيقة حجمها يعني يعجز اللسان عن صحيح. أنه يحدها. واسع واسع أي أبو فاضل حقيقة. يعني المشكلة تدري وين؟ أنه هسه الشعراء كلها تكتب الرواديد كلها تقرأ عن أبو فاضل حتى عن ميلاده المحجمة في واقعة الطف. صح. لا هو أكبر من واقعة الطف. محجمة الأحداث الصور محجمة وين؟ في واقعة الطف. تدري إذا الشعراء والرواديد يا شيخ أحمد يا ملا ثامر إذا يرجعون إلى ما قبل ميلاد أبي الفضل في كيفية تكوينه عندنا روايات وعندنا تاريخ وسيرة بها صور عجيبة. زين مثلا في صورة شعرية إلى أم البنين سلام الله عليها تروي إلى أمها رؤيا رأتها قبل أن يخطبها أمير المؤمنين. قالت أمها قاعدة تمشطها أمها أمها إني قد رأيت هذه الليلة
أن قمرا وثلاثة أنجم سقطت في حجري. صح، أحسن صورة يعني ما موجودة بغير العباس. صح. زين، تروح إلى كيفية أنه خطبة أم البنين، شنو الشرط اللي شرط أمير المؤمنين أن تلد غلاما، أريد امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما يكون ناصرا لأخيه الحسين بهذا القيد والشرط. زين، تجي إلى حياة أبي الفضل العباس في بداية سنينه الأولى، كيف تعامل مع أخيه الحسين، كيف كان يجلس بين يدي أخيه الحسين، ذني كلهن تدري ما مسولفين عنه، نحن ما جايبيهن ذني بعدنا، فهذا احنا بس بذني الكم يوم ما لطف ونسولف هالقد شالو نجيب عمر أبو فاضل ونسولف فيه، لو كل شعراء الدنيا تقعد تكتب ما تخلص سوالف. احنا اليوم سولفنا عن العباس سلام الله، والله سولفنا عن ابو فاضل بس هي الظاهر الليله راح كلها سوالف كلها كل حدث الى قصه تختلف عن الثاني. يعني انا انت سولف كتب يعني شلون من اقرا لقيت الحر عليه السلام سلام الله عليه ما حد ذاكره قصيده من شعراء انا الشعبيين او هاي، بس هذا موقف نعم حسب للحر اللي هو يعني باب التوبة مفتوح حتى آخر لحظة. نعم. هنا أنا سجل يم الحسين. صح. أي والله. رسالة من الحسين بين باب التوبة بآخر لحظات اللي هو قطع الماء عن الحسين وعج بالعيال. نعم. ولكن بآخر لحظات باب التوبة مفتوح يم الحسين. كتبت للحر. كتبت للحر. قبل لا نروح للحر. ملا احنا نريد نروح ناخذ منك طلب هذا من عندنا ما يمر عليك ظالم، اريد قصيده كامله للامام المهدي منك. خادمك انا موجود ان شاء الله خبرتك. مو هوسات، قصيده. قصيده موجوده كامله اريدها منك. اي بعد روح نمون عليك احنا بتمرون ان شاء الله. وانا بعدها مقرر للامام المهدي اختم وياه. جيد جدا. صار. هي اجت بعد صار بعد اجت بس نروح للحر سالفه. نروح للحر لان درس لان هاي رساله درس للعالم بين باب الحسين مفتوح الله كل وقت. نزل سوق الضماير من حكى الدينار. الله. نزل سوق الضماير من حكى الدينار وقام يحوك بيها الماك ومش مغزل. الله الله. نزل سوق الضماير من حكى الدينار وقام يحوك بيها الماكمش مغزل والغربيل غربل والرجال أصناف والمهزوز صوفر من حكى المنجل. الله الله. والمهزوز صوفر من حكى المنجل. طف نقطة نظام اختار وين الصير بين الخامراية وبين المسمل نسخة من القيامة ولولا راس حسين رادت تنشف وتتشال هالمحمل. الله. والحر كان قائد جيش مد الشوف ابن رياح من الريح تتجفل بزغ من الظلام الناس كلها نجوم. بزغ من الظلام. بزغ من الظلام الناس كلها نجوم. شاف أصحاب لقى عندهم قمر تارس في ياي التل. لقى عندهم قمر تارس في ياي التل. حطيده على خصرة ونبغ. حطيده على خصرة ونبض عرق النور. ومن الشوق مشعل واقف تحول. الله الله. حطيده على خصرة ونبض عرق النور ومن الشوق مشعل واقف تحول دارت والملح سولف وغزر بي. الله. دارت والملح سولف وغزر بي والمملوح واضح بالعتب يخجل. الله. وقف بس من وقف وقفة السد بروج. وقف بس من وقف وقفة السد بروج وبدا ذاك القليط النفه شو يذبل. الله. بحيث من الحياة من كل كتر بي ماي غيم الشافة من بعيد وتأمل يجرب خطوته جرت رمح بصواب. الله. يجرب خطوته جرت رمح بصواب ومن ذاك المعسكر مثل عقدة انفل
سجد يم الخيم بس من سجد ندمان الله ومن دموعه ثوب حسين نتبلل الله أفول مثل شنهي زامط القرآن مو أنا على أهل البيت أتمرجل سجد سجد يم الخيم بس من سجد ندمان ومن دموعه ثوب حسين نتبلل أفول مثل شنهي زامط القرآن مو أنا على أهل البيت أتمرجل إهنان الوعي بين دقة الميزان وبالراي السديد عرف المعدل ساعة قيامه وموش كفردان بيها الموت قد ما ناقل مهدل وبو الموقف يسجل والرقاب الطيح وبو الموقف يسجل والرقاب الطيح ياه الثقل جدمه وياه الاستعجل الحر جاز قلبه وشاف ابو الاحرار نزع كل الظلام والفوق حطه وشل عصف والمال راي عصف والمال اساس يطيح منه الصوت وبهروش عصف والمال اساس يطيح منه الصوت وبهروش الثخينه الشوف يتهزل غار على لك وشوق سابق جيل غار على لك حاله وشوق سابق جيل كلف شروة شهادة ومو الشروة الذل ترى المهرة النشيطة تفرزن الخيال توازي الريح كون الفوق هم أصل والحر بيها حر منين ما يندار والحر بيها حر منين ما يندار مطر فوق المخيم غيرة من شمل اهو الراضع رجولة يميز الرجال وربع حسين حطهم على الرجول رجل اهم سابق مناية وموش حكي لسان والميزان عينه يحطها ما يختل والميزان عينه يحطها ما يختل الله حسن الله 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 طيب الله انفاصل يعني جميل بشعره الله يسلمك ويحفظك انه سولف السالفه بس ما جاب الاسماء الله يسلمك صور لطيف صور جابها بس بدون اسماء أيه. يعني مثلا صور الحر انه وقف واجا ويم الحسين كله احنا نتخيل هذا بس ما قال اسم الحر ولا قال اسم الحسين الله يسلمك ويحفظك هنيالك على هالقريحة وعلى هالصور الشعرية وعلى هالأداء الشعري وهنيالك على الكتابة اللي نحسين الله يسلمك والنعم منك النعم منك يا أقول لك أنا مرة ولو أخذ من وقتكم مرة أكتب للإمام وهاي تعرف محرم وبيان محرم أجواء هي مال كتابة يعني تحفزك على الكتاب فقاعد أكتب دست مسح بالموبايل ما أدري نمسحن هنا تنشيل روحك هنا روحي راحت اثنين قصيدتين بآن واحد يعني ماكو اللي شمت قلت ما يعني انهضمت ما ادري شنو بس انا شنو بهالاثناء كتبت قصيده اجتني قصيده ارد اتذكر ذني كيف قد ما انصدمت ما ذكرت فكتبت الثالثه فمن كتبت بضايج على ذني الثنين الكاتبهن ومحضرهن فصادفت يوم خميس توجهت ويا الشيخ حيدر مردان الزينبي صاحبنا قلت له رايح للإمام اليوم أنا أردح جوي الإمام قصيدتين كاتب له وراحن شون هاي فبالأثناء وصلنا شارع الإمام الحسين جبيت ببالي من عتين قريتي بلكت واحد يجي الواحد أرد أكتب الواحد فتحت الموبايل لقيت القصايد اثنينات الموجود والله قلت اللهم صل على محمد الله قلت بعدني ما وصل له ورد الله الشيخ صاحبي قال وانا كل خميس قاعد اجي عندي شغله ما خلصت بعد الله والنعم منه الله يسلمك يا الحسين كل واحد ينطي مرات ينطي بوقته ومرات اجل الوقت يناسبه طبعا اكيد كلهم كرم هم لو ما آل محمد صلوات أيوة. ربي عليهم اجمعين انا مرات دائما اقولها تدري أنت خادم الحسين من طب مكان الى منزلته والى تقديره وكذا مرات اصفن بينه وبين نفسي يعني أقول سبحان الله هاي غير نعمة الله من طينا يا بس إحنا لو ما لحسين من يعرفنا أيوة. هو علي بينه وبين نفسه يا علي ندنا وين يا علي ندنا من يشترينا فليس بس عم الحسين إحنا عبيد للحسين وخدم للحسين وإن شاء الله تعالى الله يوفقنا وإياكم ما أذكر يمكن الشاعر ناصر الصالح الله يحفظه أخونا يقول أنا هالشكل ما معناه لو ما حسين شن كتيب شن قال صح
صدق لو ما حسين ننكتب ايش تنقال لك. انا اقول لهم كربلاء احنا عايشين بها بس شهرين، لاني عندنا اهم شهرين هذني حياتنا هي متكرسه لها، محرم وصفر ذني حياتنا متكرسه ذني الشهرين احنا يعني نعدل بذني الشهرين السنه كلها بتشفه ومحرم وصفر بشهر وصفر صح. خصوصا كربلاء خلينا نكون واقعيين نعم. كربلاء عندنا العزاء من اول محرم العزاء والخدمه صفر. حتى الرسول حتى وفاة نعبرها جاءتك لحد 9 ربيع يوم موتة الملعون لعنة الله عليه لحد 9 ربيع احنا قبل 9 ربيع بيوم اهالي كربلاء مواكبهم ترجع من سامرة صح احسن كل ما كان هم اهالي كربلاء عدهم والنعم منهم الله يحفظهم ان شاء الله وكل خدام الامام حسين في كل العالم يا ملا ثامر خادمك يا حبيب هاي الليالي ليالي ابو صالح ومن الليله بدت الليالي البيض اللي يستحب فيها الأعمال العبادية والصيام كذلك يستحب في أيام البيض 13 14 15 بعد هاي الليالي نريد ندق باب أبو صالح سلام الله عليك يا صاحب الزمان يا مهدي شو تسمعنا لأبو صالح حسرة بقلبي على أبو صالح اي أيوة والله هي كل حسرات هواي لأنه جارت علينا الدنيا وإحنا بحاجتك يا مولاي اي أيوة والله أسأل الله بحق مقامك يا مولانا يا صاحب الزمان بحقك عند الله أن يعجل بظهورك إيه والله ويخلصنا لأنه يا إحنا بحاجة هذا الرجل أحسن خصوصا بالعراق يعني بحاجة الإمام صاحب الأمر إيه والله السكان تاح إيه تاحت يعني الرعية إيه. تاحت والريد أبو صالح هو اللي يوقف إيه لأنه بدون هسه إحنا بأنفاس عايشين حقيقة أحسن. كلما يكيدون لنا الله عز وجل يفلشهم بأنفاس الإمام صاحب الأمر عدو الله تعالى فرجهم فهنا الشاعر أنيس الخفاجي تحياتنا إلى من خلال برنامجنا الله يحفظ أخونا العزيز أنيس هو خارج العراق يعني مقيم الأخ يقول لازم أواني بصغر سن وغرامك لازماني بزغور سن وغرامك لازماني لازماني يا محدوب طريقك لازم آني ولأن رايد نظرتك لازماني لازم اني قصير ادعي بالفرج صبح ومساء على حوالي اذا محبوب نور انا معذره منك يا صاحب الزمان هذا الاسبوع كله نقرا وشويه صوتي تعبان أسأل الله أن يوفقنا وأقدم شيء إن شاء الله كلك خير وبركة بالإمام ويليق بكم إن شاء الله كلك خير وبركة هالحوالي إذا محبوب نور هالحوالي مكان بقلب أسأل هل حوالي ترى 300 ربع هالحوالي ترى 300 ربع هالحوالي وعبد إلهم عسى يختار يختار إلي يا الله اللهم عجل لوليك اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمخلصين والمصلحين والمستشهدين بينه يا رب حق محمد وعلي قصيدة أخرى للطيب أنيس الخفاجي الكربلائي سرى الليل سرى الليل يا الغايب جزل حيل جزل حيل يا الغايب سرى الليل سرى الليل يا الغايب جزل حيل جزل حيل مولاي الغايب طيفك طيفك منتظرت عيوني طيفك طيفك منتظرت عيوني سهرانة تنطر عيني يا موعود يا موعود
منك خبر يا فيني مولاي يا موعود يا موعود صابر عمر تدريني يا موعود يا موعود نظرة عطف تكفيني يا موعود يا موعود نظرة عطف بس نظرة منك مولاي إيه نظرة عطف تكفيني يا موعود يا موعود ولو طيف ولو طيف مر بي الله تمر ضيف تمر ضيف مر بي ولو طيف ولو طيف ولو طيف مر بي تمر ضيف تمر ضيف مر بي طيفك طيفك من تظرة عيوني انتظرك ودلالي يا محبوب يا محبوب يسألني وين الغالي يا محبوب يا محبوب بس الله يدري بحالي يا محبوب يا محبوب دومك يا مهدي ببالي يا محبوب يا محبوب متى تعود متى تعود تاني متى تعود متى تعود تاني والوعود والوعود تاني طيفك طيفك منتظرة عيوني منتظرك أنا وصابر تمرني تمرني أسهر ليالي مناطر تمرني تمرني كل يوم أقول باكر تمرني تمرني ترجع ترد يا مسافر تمرني تمرني والفراق والفراق بجفوني والاشواق والاشواق بجفوني طيفك طيفك منتظرة عيوني مر بي مولاي يا صاحب الآية يا عمر يا قائم آل محمد مر بي لو بحلامي يا مولاي حتى لو بالحلم ما يخالف مر بي لو بحلامي يا مولاي يا مولاي أو تروي لقلب الضامي يا مولاي يا مولاي من راسي حد جدامي يا مولاي يا مولاي شبية عاشق يا نور أيامي يا مولاي يا مولاي أحن ليك أحن ليك يومية أناديك أناديك يومية طيفك طيفك منتظرة عيوني بعد من شغلة بيك أفكاري على البال على البال صبح ومساء بالطاري على البال على البال رأيتك تمر خطاري على البال على البال وطفي شوقي وناري على البال على البال تمنيت تمنيت بس نظرة ترجيت ترجيت بس نظرة طيفك طيفك منتظرة عيوني الليل جاء وانتظرك يا مهدي يا مهدي يضوي بسمانة بدرك يا مهدي يا مهدي وبعيني يسطع فجرك يا مهدي يا مهدي شنهو يا غايب عذرك يا مهدي يا مهدي علامات علامات لظهورك سلامات سلامات لظهورك علامات علامات لظهورك سلامات سلامات لظهورك طيفك طيفك منتظرة عيوني اللي الغصة
الله بقلب المفارق عزيز الله اللي الغصه بقلب المفارق عزيز غصه شيوخ احترق ديوانها الله جمعه تشمرنا على جمعه عطلت اللي الغصه بقلب المفارق عزيز غصة شيوخ احترق ديوانها جمعة تشمرنا على جمعة عطلت اش ما بطيت اللهفة خضر خصانها ما تصدق بالرسايل ندر بيك لش ما عندك منها الكوفان ما تصدق الله ما تصدق بالرسايل ندر بيك لش ما عندك منها الكوفان الشوق يذبح يا ابو صالح والحنين يعثر ثقال الزلم بلسان انت يا نوح المشى بدربك يعيش وما تهمش ما عصف طوفانها نقدر نعمر السفينة وعدنا حيل لكن القدها ليكض سكانها بيض الطير على راس المشتريك صافنا احبابك تدق بيبانها بينا جرح من الغيم بينا جرح من الخيم راي الضماد ولسه بينا حرورة من دخانها باوع وجوه الزلم تلقاها ناي الونين مغير بألوانها العجل بصدر اللسن محطوطة العجل بصدر اللسن حد الضلوع الغارة عليها الكفر بعنانها الهواشم ما بطوا بالفزع ريح منهم الفزع خذت نيشانها ندري من ذنوبنا نعرفك بطيت لكن الطاحت تحشم اخوانها حتى الاستسقاء صليناها ليك الكوثر امك وانت من فرسانها حتى الاستسقاء صليناها ليك الكوثر امك وانت من فرسانها ما يهمنا الجيش وعدنا انت راي القيامة تنزل على اوطانها ما يهمنا الجيش وعدنا انت راي القيامة تنزل على اوطانها يا الحنين وفارش شفوفك سلام والعدالة شفوفك وميزانها عيسى فزع بيمنتك ونا الشمال عيسى فزع بيمنتك ونا الشمال ولا تهمش ما شبك ميدانها الراية شيمها الخضر صدر القفاك وهو من تضخم يعلب شانها بينا لجمة من الرمح من الرمح الراس ابوك والنثار الفرهدة وصيوانها وان حق جفوف وعيون وعباه والتراتشي الما برد بركانها انت يا غيمة صدق متروس ديك تبرد البيها سعرت نيرانها انت يا غيمة صدق متروس ديك تبرد البيها سعرت نيرانها ندور ونجمع علايم نرتجيك ما صخت ديرة البلا عنوانها هو المواعد أنا هو المواعد عيونه على الطريق الله هو المواعد عيونه على الطريق وعين على الساعة حسب ميعادها وعين على الساعة حسب ميحانها هو المواعد عيون على الطريق وعين على الساعة حسب ميحان وعين على الساعة حسب قصب على فاضي والله واحد ما ادري ايش يقول بينكم الله يحفظك ان شاء الله انت حقيقه شلعت باب قلب قلبي والله حسيت فيك وانا اسف خاف وجعت قلبك والله من ابو علي موتتني والله انفاسه لان حكيتها باحساس احساسك سبق الكلمات يحفظكم ان شاء الله هو سبحان الله احنا كل احنا بهذا الجمره القلبيه بقلوبنا جميعا كل احنا عندنا وتشوف مأساتنا واحد خنقل عبره نشوف مأساتنا وما لها حل بكل شيء وكل صغيره وكبيره غيره صح ما عدنا ايسنا من كلها صح نجيب لمسميات ايش قد ما تجيب شخصيات كبيره واسماء تشوفها عاجزه عن حل وضعنا غير ابو صالح صاحب عجل الله عجل الله تعالى فرج ناخذ منك بعد لابو صالح ونختم أنا عبارة وقت الحلقة ومون على السيد المخرج إن شاء الله والأخوة بس أرد أروح ويا هذا الإحساس يا صاحب الزمان أنا راح أقرأ لك أبو ذية بس خلت أجل أريد نعيش ويا أبو صالح والله أنا خالفك محتاجين واحد يردنا للإحساس الحقيقة ويا صاحب يا الزمان. صاحب الزمان يعني قبل لا أبدأ وأقرأ على الإمام صاحب الأمر أجل الله تعالى فرجه الشريف حقيقة قبل لا أجل البرنامج كثيرا يعني صار تواصل بيني وبينهم
منهم من أوصاني بالدعاء، ومنهم من أوصاني يا رب بطلب الذرية، ومنهم من أوصاني عند مريض، نسأل الله أن يحفظهم أو يحقق منا جميعا إن شاء الله. كلهم إن شاء الله اللي ما عنده ذرية الله يستر ذرية بحق صاحب الزمان، واللي عنده رزق قليل نسأل الله أن، طبعا خصوصا إخواننا شيعة الخليج الله يفرج عنهم إن شاء الله، نسأل الله أن يفرج عنكم إن شاء الله. إي والله قبل لا أوصل البرنامج قالوا نسألك الدعاء، نسأل الله أن يقضي حوائجهم جميعا، ومن ليس لديه ذرية نسأل الله أن يرزقه ذرية يا رب. إي والله. وهالأثناء أنا ذكرتني أقدم التعازي لأخونا الملا أحمد الحتشان. إي والله أحسنت. اللي كان ويانا ضيف بالحلقة الثانية من البرنامج توفى وليده غرق الله يرحمه قبل الله أيام الله. فكل التعازي إلى في هذه الليلة وقروا له الفاتحة. أي والله الله يبارك، الله يصبر على قلبك يا الله. يا الله يصبرك يا أخي والله، مصابك مصاب إن شاء الله، مصابك مصابنا والله. أحمد طيب القلب. أي والله ما يستاهل والله، انفجع بوليده الكبير الله يكون بعونه يا حبيبي، خلي يكون عنده إن شاء الله أسى من الحسين عليه السلام بأولاده. هي القصة وين السالفة، أنه الولد وهو صغير أمه متوفية وهسه لحق امه، مأساة حقيقة هالولد هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. على عناد اللي ضدنا وكرهنا، على عناد اللي ضدنا وكرهنا، غرام المهد الطير وكرهنا. احنا الله يا مولاي، على عناد اللي ضدنا وكرهنا، غرام المهد طير وكرهنا. احنا رهن قلبك يا عاشق، رهن قلبك يا عاشق وكرهنا، وقف للمنتظر وعلى سوي صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اي والله خلي رهن بس للمنتظر وعلى سوي. الله يحفظكم. أحسنت. طيب الله أنفاسك أنفاسك يا حبيبي دوما وأبدا مع صاحب العصر والزمان إن شاء الله. صلى الله أن يحفظنا وإياك. حقيقة أنا جدا أشكركم. شكر الله يا حبيبي. احنا نشكركم لأن كنت خفيف الظل عليكم إن شاء الله. أنت حبيب يا بعد روح. الله يوفقك. احنا نشكركم خليتونا نوصل هاي الرسائل كلكم صور برنامجكم هذا الطيب. طبعا الشكر موصول إلى الجميع الأبطال خلف الكواليس، الطيب مصطفى الله يحفظهم جميعا اخواتنا، الطيب اللي اتصل بي، المقدم الحبيب الاخ علاء عوينات الله يحفظ اخونا العزيز، ولجميع خدمة الحسين في هذا في هذه المؤسسة الطيبة. صلى الله ان يحفظكم جميعا جميعا ان شاء الله يا ملا ثامر. المرجعية الطيبة السيد الشيرازي الله يحفظ ابونا ومرجعنا يطول عمره ان شاء الله، الله يبارك فيكم ان شاء الله، خلي خيمة على راسنا. شكرا لحضوركم شيخ احمد. الشكر لكم الله يسلمك الإمارة وشرفتنا اليوم بحضوره، كن نعم منك ومن أصلك. شكرا جزيلا للملا ثامر الفتلاوي بعد قلبي. يا تاج راسه يا هذا الإحساس الله يحفظكم إن شاء الله، الصدق الله يحفظك يا حبيبي يا بعد روح الله يحفظك، ويا هاي الكلمات الصدق إن شاء الله. الحسين مسجلكم بديوان صلى الله القبول. أطلب منكم بذاك اليوم أن ترحون يم الحسين، أكيد راح يدز على شعراء ورواديد أكيد، قل له لهذا كان ويانا قاعد ان شاء الله. اي طيب حسين ابو السجاد ما يرضى بهضمنا، حسين ابو السجاد ما يرضى بهضمنا. هذا واحد شاف حج زاير بالرؤيه، قال له حج زاير شفت الحسين؟ حج زاير رد عليه قال له حسين ابو السجاد ما يرضى بهضمنا، الله وبوجود النار شرط، وبوجود النار ما تحرج عظمنا. يا رب الحسين موجود لا تخاف يا حسين ان شاء الله بجاه هو الحسين الله يحفظه ان شاء الله. شكرا لكم ان شاء الله، وذكروني بذاك اليوم طلب ان شاء الله منكم ان شاء الله من كل خدام الامام الحسين اللهم انه لا ينسونا بذاك اليوم في يوم من الايام قعدنا ان شاء الله وصرنا سوا، لان بذاك اليوم المؤمن يحتاج الاخو المؤمن اكيد. احبتي مشاهدي قناه المهدي الفضائيه، شكرا لاستماعكم معنا
وحضور أرواحكم معنا في هذه الليلة الممتعة حقيقة بهذا الصوت والإحساس الحسيني وبهذه الكلمات الوتارة والقاطعة الحسينية. فإن شاء الله هذه الدقائق والأوقات كانت مليئة بحب محمد وآل محمد. شكرا للإخوة جميعا خلف الكواليس، شكرا لمن ساهم معنا وكان على التنسيق الأخ علاء عوينات، شكرا لكل الأحبة، شكرا لمؤسسي القناة وإدارتها وإدارة مكتب كربلاء وعلى الإخراج والبث كل الإخوة والمصورين جميعا، وشكرا لمن كان متابعا معنا على السوشيال ميديا كذلك. أحبة المشاهدين، في الختام ندعو سوية: اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، لأن خاف يطلع وما نصير من أنصاره وأعوانه، هاي تخوف حقيقة، والمستشهدين بين يديه بحق محمد وآل محمد. إلى حلقة يوم غد ليلة 14 من شعبان، العد التنازلي لولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نلتقيكم أحبة المشاهدين في أمان الله وحفظه. بالسم هلال خط الفرح مرسال، مولد خمسة أضلال مولد كربلائي، زين بالسم هلال خط الفرح مرسال، مولد خمسة أضلال مولد كربلائي. يا قلبي طاير من ضلوعي، أسرع من دموعي يحكي عن موضوعي، لحسيني من صدق حبيته، قلبي يشبه بيته وانا زاير جيته.